عودة لحضراتكم مرة أخرى ومنورني ومشرفني النهاردة كابتن محمد عبد الظاهر نجم الزمالك السابق لكرة السلة. نور الدنيا كابتن. أهلا بيك يا نهار. أهلا وسهلا. سعيدة جدا بتواجدك معي النهاردة. أنا والله الأسعد أن الواحد تملي نادي الزمالك هو بيته يعني، فالواحد لما يكون متواجد في قناة النادي بيبقى حاسس أنه في بيته طبعا يعني. طبعا طبعا. في البداية كده شفت استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية إزاي؟ بصي يعني انا عايز اقول لك حاجه، احنا كنا في دوره في ولايه ميسيسيبي في امريكا. فكانت الدوره دي معموله في فندق، والفندق ده قريب ولا من فتره؟ من قيمه 3 4 سنين كده. اوكي. كنت رحت انا وسولي مدرب المصريه للاتصالات، فاحنا مش بندور على ملعب مش لاقيينه. فقالوا لنا في القاعه الفلانيه، فالقاعه دي قاعه افراح يعني ما هياش. دخلنا لقينا ان قلبين القاعه كلها ملعب باسكت، يعني تخش تشوف النجف والابليكات وبتاع وملعب باسكت فالناس دي عندها القدره انها تغير من شكل الحاجه ويبقى حاجه شكلها جميل وتخدم اللعبه، يعني هم واضح ان دي اللعبه الشعبيه الاولى عندهم. فلما نوصل احنا في مصر ان احنا ننظم بطوله رائعه بالمنظر ده، دي رساله للفيبا ان اتحاد السله اعتقد هيبتدي يحط عينه ان هو يطلب ان هو ينظم كاس العالم. لان احنا اوريدي نظمنا كاس العالم للناشئين وكان على اعلى مستوى. طبعا. فان احنا نوصل بقى نعلى كمان في المستوى بالتنظيم الرائع والجميل اللي شفناه ده، لا ده يطمعنا بقى ان احنا نطلب ان احنا ننظم كاس العالم للمنتخبات. طبعا. وكل البطوله كانت بايادي مصريه كلها من اولها لاخرها، حتى التصوير. التصوير كان طبعا عن طريق اون تايم سبورت، كله كان بايادي مصريه، يعني ما كانش فيه ناس قال لك لا اصل ممكن في حد اجنبي جه عمل شكل الافتتاح، لا اصل ممكن حد اجنبي يكون عمل التصوير كان هو اللي مصور، مفيش الكلام ده خالص، كله بايدي مصريه. انا برضو احنا نعرف دكتور مصطفى هدهود اللي هو ماسك الصاله. طبعا. لا هو كان فروم اي تو زد، كان معاهم في كل حاجه. والناس لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها سياحه رياضيه، احنا طبعا. دلوقتي بنفتح باب كبير جدا، وخصوصا ان مصر بقت يا اما اوبشن 1 يا اما اوبشن 2 لتنظيم اي بطوله. تمام. يعني لو هي مش داخله نمره واحد، اول ما الدوله دي بتعتذر بيبقى مصر ناخد اوبشن 2 على طول. يعني بالظبط ده حقيقي. ايه تقييمك لمستوى فريق الزمالك في البطوله يا كابتن؟ بصي لما تيجي انت داخل على اي بطوله بتبتدي تعملها الاستعدادات. تعالي نشوف ايه الاستعدادات اللي عملناها للبطوله دي. احنا لعبنا ماتش ودي مع ليبيا وماتش ودي مع المنتخب. هو دي الاستعدادات اللي عملناها. فطبعا احنا ما استعدلناهاش كويس، خلينا نتكلم ايه فير يعني. دي نمره واحد. نمرة اتنين، انت بتلعبي فرق على مستوى عالي قوي. يعني فرقة بطل اوروبا وبطل امريكا، فانت برضو ايه. وبعدين النقطة الاخطر، انت ما شفتيش الفرقة دي قبل كده، فانت مش عاملة اناليسز عليها ولا عاملة ستاتس ولا عارفة مين المفاتيح اللي هتشتغلي عليها. فعشان كده ماتش بورجس ده لو احنا بقى خدنا ماتش تقييم ماتش كل واحد لوحده، ماتش بورجس انت مش عامله ستاتس ومش عامله اناليسيس، فانت مش عارفه الفرقه اللي قدامك دي بتعمل ايه. نمره اتنين، ان طبعا لسه ما فيش انسجام خالص. لان اللعيبه اللي جات المحترفين ما لسه ما يعرفوش اللعيبه المصريه،
ولا حتى المدرب واللي لسه عارف لعيبته، هو ما شافهمش غير 3 4 ماتشات لسه، فهو لسه مش عارفهم. تاني حاجه طبعا الرهبه، انت بتلعبي في بلدك مع فرق من اعلى مستوى، فطبعا يعني خلينا ايه. وبعدين التوتر اللي باين على اللعيبه ده، انت نسبه الفري ثرو في اول ماتش كانت 62%، فدي انديكيشن كده بيقول لك لا اللعيبه متوتره. فخلينا نقول ان اول ماتش لا يعني معاهم عذرهم بصراحه يعني الموضوع. ماتش ليكلاند بقى لا ستوب بقى هنا شويه، لا كان لازم يبقى ادائنا احسن من كده شويه. ليه بقى؟ لا احنا شفنا الفرقه دي وعرفنا بتلعب ازاي ونقدر نعمل معاها ايه، فخلاص المفروض نوعا ما احنا. بس يا كابتن مهما كان يعني كان هيبقى مثلا السكور اقل شويه. ايوه لا انا بقولش نكسب. لا 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 خلينا واقعيين. لا فرقه من امريكا والله، لو منين بقى من امريكا؟ فرقه من امريكا بتوع الباسكت والاساس الباسكت. انا يعني معاكي، هو بس النقطه ان ليكلاند اللعيبه سنها صغير، هم مش كبار يعني كلهم مواليد 97 ده كانوا من بعد نص الملعب بيشوطوا الثلاثيه. احنا لسه كنت بتكلم في الانترو على فكره انه احنا عندنا لما مثلا حد يشوط بره الكوس بخطوه اتنين كان اللي هو يا ابن الذين جبتها ازاي دي، ده انت ما جبتش. مش كده وبس، لكن دول بعد نص الملعب بخطوه بتلاقيه راح شايط الثلاثيه، وايه السهوله دي؟ ومش كده وبس، ده بيشوط فيس بنسميها احنا في الباسكت فيس، بمعنى انت واقفه قدامه ورافع ايدك وبيشوط برده وانت وبيشوط قدام. يعني حتى مش محتاج مساحه بقى زينا. لا 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 هو انت بتتكلمي 10 20 سنتي خلاص بالظبط. احنا بالنسبه لنا لو ما كنتش فاضي قوي شويه لو يعني مش 50 سنتي كده انا مش هبقى مرتاحه ومش هشوط بالظبط. بس ارجع طبيعي أقولك فرق خبرات كبير، دوري امريكي ودوري اسباني منتهى القوه يعني. لا فبس كان برضو نتكلم بصراحه كان ممكن يبقى ادائنا احسن من كده شويه في الماتش الثاني، بس ما كناش هنكسب لان هم فرقه فعلا اقوى يعني. طيب هل فرق الخبرات كان ليه دور في نتائج المباريات دي؟ فكرة ان احنا اول مرة بنشارك في كاس العالم للاندية ده برضو يعني ده عذر لينا كبير جدا. اكيد بصي انت معاكي برضو في ناس حاجة كتير مش فاهمة ان نادي الزمالك دلوقتي في مرحلة انه بيكون فرقة جديدة. احنا يعني انت دلوقتي داخلة عندك معاذ ايمن لسه صغير، مهاب اسمه احمد اسامة لسه صغير، ياسين ياسر مودي ياسر ياسين ياسر ماشي كده مودي ياسر لسه صغير، فانت انت مدخله 3 عناصر لسه يا دوبك طالعين من 20 سنه مع الفريق الاول. لان احنا السنه دي كان لينا تغيير واحد بس لان احنا كسبانين دوري، فمالناش غير صفقه واحده. فاحنا ما جددناش الفريق يعني زي ما الفرق الثانيه كلها دعمت. فانت يعني اللعيبه اللي جت صغيره لا يعني اعتقد انها يعني خدت خبره عاليه جدا في الـ في الـ في, الـ في البطوله دي. تاني حاجه يعني احنا كنا في بطوله ويليام جونز في تايوان، فانا كنت بعمل اناليسز ما بين فريق كوريا واليابان. فاحنا كان بنروح يعني انا بالنسبه لي لسه كان اول مره اشوف المستوى ده، ففي كوره اتقطعت يعني فريق اليابان لمها وجري فاست بريك ووصل للحلقه وعمل فاول، فببص على ال 24 ثانيه لقيت 21 ثانيه. معنى كده انه قطع الملعب كله يعني لم الكوره وراح في 3 ثواني. فانت هنا بقى بتقفي لا احنا بنواجه مستوى جديد علينا. فاعتقد ان كره سله سريعه جدا جدا عن اللي احنا متعودين عليه. اللعيبه دلوقتي بقى عرفت انها لا احنا دلوقتي عايزه بدني مختلف، عايزه رياكشنز مختلفه، عايزه حاجات كتيره، عايزه استعداد. عايزه استعداد قوي. فانا اعتقد ان اللعيبه المصريه او لعيبه نادي الزمالك هتشتغل على نفسها كويس قوي بعد البطوله دي. وده هيبان ان شاء الله في دوري السوبر باذن الله. صحيح. والمهم ان انا المستوى اللي انا شفته ده او خدت خبرات منه ما انزلش عنه، يعني ما ارجعش بقى للريتم اللي هو الهادي البطيء، لان بالنسبه لنا مهما كانت سرعه كره السله مش بنفس السرعه اللي شفناها في كاس العالم للانديه، سرعه غير طبيعيه، اعتماد على الثلاثيات بشكل غير طبيعي، اعتماد على الفاست بريك بشكل غير طبيعي. مش الفاست بريك اللي هو لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده اللي هو اللينز ولا لا لا والمدى اللي هو في النص عادي ده، لا هم بيفتحوا نفسهم على الجناب. مش كده بس، وطريقه الفينش بتاع الفاست بريك احنا متعودين ان الفاست بريك لازم توصل ليا. لا ده هو بالنسبه ممكن يعني يخلص ثلاثيه من الفاست هو بالنسبه له اوبن شوت خلاص. بالظبط، في فاست بريك مش في فاست بريك، طالما عنده اوبن شوت خلصت. النقطه الثانيه اللي انت بتقوليه ده في ايد المدرب، انه يعود فرقته على اداء معين وعلى سرعه معينه. ده محتاج ان المدرب يبقى عنده مصابره وعنده
ويفضل ورا الفرقه لغايه ما يوصلها للمباراه. طب زي مثلا المدرب ممكن او عموما نقدر نوصل بلاعبتنا للمستوى ده، او يعني نبقى فارقين يعني عن الناس اللي بنواجههم في الدوري المصري؟ ايه واكيد مش هنوصل للمستوى ده في يوم وليله، ده عايز سنين وسنين يعني. سنين. لكن ازاي نوصل بده حتى ان انت تبقى بس اعلى من الناس اللي انت بتواجهها؟ هقول لك حاجه، كابتن احمد ملعي ليه مميز؟ يعني ده حته لوحده. ليه مميز؟ صحيح. بيحط بريشر على اللعيبه في التمرين من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. فانت اللعيب لو ما قداش، لا ده بيلاقيه فوق دماغه. وده نموذج لكل المدربين، لا اضغط على اللعيبه في التمرين عشان تلاقي الكلام ده في الماتشات. يعني مثلا انت شفتي مثلا ماتش بورجوس وفلامينجو ده ماسكين اللعيبه من اوضه اللبس. يعني واخده بريشر من اللاين تو لاين بالظبط. فانت ده يتطلب ايه؟ يتطلب لياقه بدنيه عاليه جدا. طب تاني حاجه روتيشن عالي من اللعيبه. انت اللعيب لو بيعمل ديفنس قوي جدا هو اخره 7 دقايق في الملعب. مفيش بقى اللي هو يقعد يلعب 30 دقيقه ولا بقى، ما هيريح في الملعب طبعا. فده يتطلب لا مدرب حاطط بلان كويس وعامل يعني بروجرام كويس لفرقته وعنده المصابره انه ينفذه. يعني ما بيزهقش. فاعطاه، وده اللي كان عامله أوجستي مع الفرقه دي. هو بيحاول يعمل كده مع الاهلي بس مش هينجح زي الزمالك. انا بقول لك هو مش هينجح لان الزمالك كان لعيبه صغيره وعايزه تعمل حاجه، فالبريشر ده جاب نتيجه كويسه معاهم. فاتمنى ان المدرب الامريكي يبقى عنده نفس الاتيتيود يعني ان شاء الله. شفت مستوى اللاعبين المحترفين ازاي يا كابتن؟ ولو يعني انت شايف ان مستواهم ممكن كانوا يدوا اعلى من كده لو جم بدري فتره كان في انسجام، ولا هو ده برضو مهما كان في انسجام ممكن انت بتبقى انت كلاعب سله سابق بتبقى عارف ان لا هو دي امكانيات اللاعب. بص لكن انت لما شفتهم حسيت انهم ناقصهم الانسجام، ولا لا هم مش احسن حاجه على الاطلاق يعني؟ انا لما بيجي لي الايجنت وانا بختار لعيب محترف لفرقتي فبيديني الهايلايتس بتاعه اللعيب ده، اقول له لا خلي الهايلايتس دي ليك، انا عايز ماتشات كامله للاعب. ماتشات كامله اقعد اتفرج عليه في الماتش من اوله لاخره، اشوف اتيتيوده ايه، السكور اللي بيحطه ده سكور بجد ولا فيك. تاني حاجه هو بيخلق تشانسز لنفسه ولا هو مستني حد يعمل الديرتي وورك والكره تجيله على شوطه تطلع هو سكور عالي جدا، انما هو ما عملش حاجه، هو واقف بس على الشوطه وطول الوقت بيشتغل على فكره ان انا شوتر بس ولا بيشغل الناس اللي حواليه، دي برده مهمه. وهو ده اللي خلى وولتر هيدج ام في بي. هو وولتر هيدج كسكورر لا هو كان في سكورر اعلى منه بس هو خد ام في بي لانه هو هيز تشانس كرييتور. هو يعني بيخلق فرص يعني الماتش الفاينل مع المنستير التونسي مهاب ياسر حاطط اعلى منه. بس هو اللي بيشغل الفرقه، بيشغل الملعب حواليه، اللي هو زي ما بيقولوا بيعمل الديرتي وورك. لو جينا للمحترفين اللي مع الزمالك دلوقتي يعني نقول في علامه استفهام شويه، اللي كانوا معاهم في كاس العالم للانديه. ما هو هم غالبا اتجار، بس هو اللي ثابت اتجار سوسه. ما اعرفش هل لان الويندو لغايه بكره 15 ان هو يقدر يغير، فما اعرفش هل هيلحقوا ولا الموضوع لا. هيتحسم خلال الساعات اللي جايه. بالظبط بالظبط. بس في شويه يعني حاجات كده تقلق، يعني مثلا ماكيني في ماتش ليك لاند لعب 25 دقيقه حاطط 3 بونت، تخليكي تقولي لا. بس في الماتش اللي قبليه كان عامل ماتش حلو مش جدا. مش فاهم قصدي انا. بتكلم ايه، انت راجل محترف. انت لازم تبقى قادر ان انت بعيد عن التكتيك ان انت تقدر تخلق تشانس لنفسك وتلعب. فتلعب 25 دقيقه تحط 3 بونت، دي برضو يعني تخوف شويه. ستوربري في ماتش بورجس لعب 28 دقيقه حاطط 5 بونت. ديوجو في ماتش بورجس حاطط لعب 25 دقيقه حاطط 8 بونت. فانت الناس دي. بص يعني انا حسيت بماكيني وستروبري طبعا، انا يعني وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق يعني لان مش لعيبه باسكت بالتاكيد، بس انا حسيت ان ماكيني كان ظاهر قوي في مباراه سان بابلو بورجوس، وستروبري ظاهر قوي في لاكلاند ماجيك الامريكي، لكن
يمكن اجدي اوجو ما حسيتش بيه قوي، اتجار سوسه طبعا كويس، بس يعني اتجار سوسه اصلا بدا يبقى في حته تانية ومختلفه. هو ده من بدري شويه في دوري السوبر. سوسه هنتكلم عليه لوحده لان هو فعلا، لا هو مختلف كويس قوي. في دوري السوبر هو بدا يظهر، وبعد كده لما دخلنا على كاس العالم للانديه هو بس يعني كان من سوء حظه انه عنده اصابه في ظهره، ومع ذلك جاب في سان بابلو بورجوس حوالي 18 بوينت، وتقريبا في ليكلاند ماجيك جاب كام؟ هو في ليكلاند ماجيك حاطط 18 بوينت ولعب 17 دقيقه، وده سكور عالي جدا طبعا. وفي سان بابلو بورجوس جايب حوالي 18 وعامل 12 بوينت، بس عامل اسيست كتير قوي، عامل اسيست كتير. هو بصي نقول فور شور، لا هم مش جاهزين لسه، فما نقدرش نحكم عليهم دلوقتي خالص. بدليل ديابتي لما جه اول ما ابتدى يشتغل مع الزمالك ما كانش موجود خالص، وحتى يعني كان نزوله الملعب بحساب في اخر ماتشين هو شايل الفرقه. صحيح. فانت دلوقتي اتس تو ايرلي ان احنا نحكم عليهم. وبعدين بطوله من ماتشين، فهي برضو مش زي لا افريقيا. مش زي البال، لان البال هم بجد في اول المباريات اللي في الدور التمهيدي وبعد كده دخلوا، وبعد كده ما بداوش في بجد لعيبه منهم ما ظهروش غير بالنص النهائي. ده هي فده ده ما اقدرش احكم عليه. بس النقطه في حاجات كويسه ظاهره وفي حاجات تخوف شويه. يعني واحد زي ماكيني هيز تشانس كرييتور، لا هو بيخش بس هو كان بيعاوز يخلص، هو عشان عايز برضو يظهر شويه، بس انا اعتقد ان هو شويه هيبتدي يشغل سوسه. سوسه محتاج حد يشغله برضو، لان سوسه شويت رائع، بس لازم برضو تفضيه شويه. يمكن لما انس جاله بعد الاصابه بدا يظهر، بدا يظهر لان هو كان شايل لوحده. اللي يخوف شويه ديوجو، سنه كبير، وبعدين لما تلاقي الخمسيه بتاعتك البيج مان طالع يشوت 3 بوينت، معناه انه برضو خايف ينزل تحت الحلقه في المعترك اللي تحت الحلقه ده، لان تحت الحلقه دي معركه. فلما الخمسيه تطلع بره تشوت 3 بوينت تعرفي ان هو ايه، لا سوري يعني بيستسهل شويه. فبس ما نقدرش نقول برضو ايه ان ده ستايل لعب، لازم نشوف لما المدرب الامريكي يبتدي يحط له فريم او تاكتيك هو اللي هيمشي فيه نبتدي نحكم عليه. وطبعا انت عارفه برضو الانسجام، لا ده مش في يوم وليله، ده بياخد وقت. لا طبعا، لا طبعا، يعني بالظبط بالظبط. طب ايه يعني لو اتكلمنا عن اهم المكاسب اللي الزمالك خرج فيها او خرج بيها من البطوله دي، شايف انها ايه يا كابتن؟ بصي هو مش الزمالك بس، ده انا مصر، المفروض مصر تشكر نادي الزمالك انه نجح ان هو يجيب بطوله زي دي في مصر. والله بكلمك بجد. ايوه. ان احنا ال 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 احنا شفنا مستوى من اللعب ما شفناهوش في مصر قبل كده. يعني انت اخر مره جالك فرق من اوروبا وفرق من امريكا الجنوبيه لعبت في مصر امتى؟ سنه كام؟ انا ممكن في كاس العالم للناشئين دي اخر حاجه. لا انا بتكلم فرق كبيره يعني. ما اعتقدش ان ده حصل من صحيح. سنين طويله يعني. فاحنا شفنا مستوى رائع من الـ من الـ من اللعب. اعتقد ان يعني في فرق في 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 مجله في البرازيل منزله صوره الكابتن الفريق وراه الاهرامات وابو الهول وبتاع، بان هو مكسب ده في حد ذاته دعايه لبلدنا يعني. طبعا. فاحنا لا احنا بالبطوله دي يعني مصر كلها مش نادي الزمالك بس اللي استفاد. غير كده احنا شفنا مستوى معين من اللعب، يعني ان احنا نشوفه لايف قدامنا ده طبعا ده في حد ذاته مكسب كبير قوي لينا يعني. ايه رايك في اداء ويل فايت في البطوله؟ بصي انا كنت رحت ماتش الزمالك ومصر التامين، فقعدت ورا البنش بتاع نادي الزمالك. انا برضو بشوف المدرب بيقول ايه في التايم اوت وكده يعني هو في التايم اوت في دقيقه قال كميه معلومات، انا عشان عندي لغه كويسه فانا متابعه عارف يقول ايه، بس قال حاجات كتير جدا، فانا مش متخيل ان اللعيبه تكون استوعبت كل ده. مستحيل. مستحيل. هو لازم برضو يعني انت عارفه المثل اللي بيقول لك لو جريتي ورا 10 انادب ما تمسكيش حاجه، لو جريتي على ارنب واحده تمسكيه. لا انت لازم تركز شويه او تفهم طبيعه اللعيبه المصريه. يعني هو مدرب كويس وعنده شغل كويس، بس انت لازم تبقى انت عارف تتعامل مع اللعيبه المصريه ازاي وازاي ويعني ستايلي ده هيجي مع الوقت يا كابتن. يعني هو لو بيحس ان هم ما بيقدروش يستوعبوا الكم ده منه مثلا خلال التايم اوت، هيبدا يركز ان هو يعني يقلل من كم المعلومات اللي بتحصل. وبرده يا كابتن ما هي بتبقى اخطاء، ما هو لازم يتكلم فيها عشان يصححها. انا معاك. بس انت الفكره في ايه؟
انت لازم تفهم يعني مثلا نتكلم مثلا في طريقه اللعب، هو شغال دلوقتي سويتشات على طول في البيك اند رول بيشتغل سويتشات، لا ممكن ده يعني جوستي كان بيقعد يصوت نو سويتش، لا ده واحد قعد شويه في الدوري وفهمه. فانا اعتقد ويل يعني ايه محتاج وقت عشان يفهم الدوري المصري، وللاسف هو ما عندوش الوقت ده لان هو هيرجع على البلاي اوفس على طول. ايه رايك في كلام كيجو وويل فويت؟ بصي ويل فويت تقريبا قال اللي احنا قلناه، هو حتى دلوقتي بيقول لك ان لما اللعيبه المصريه رجعت كان في تجانس اكتر وبقى الاداء احسن، فانا ما رجعتش اللعيبه المحترفه. فهو دي بقى النقطه الفرق. جوستي في البان كان بيبتدي بوالتر هيدج ومعاه اربعه من اللعيبه المصريه. هو ابتدى الماتشين بالاربعه المحترفين ومعاهم انس. فانت لما بتبتدي باقوى خمسه مع اول تغييره الملعب بيبتدي ينزل. لا مع والتر، لا مع كل تغييره الملعب بيعلى اكتر بحيث ان هو يوصل في نهايه الجيم يبقى الملعب عالي. فاعتقد ان هو لما ابتدى يعني يغير ابتدى هو نفسه ياخد باله لا ان انا لازم ابتدي اعتمد شويه على اللعيبه المصريه، عشان كمان دي مسج للعيبه ان انا هعتمد عليكم. وده اللي كان بيعمله اوجستي. حتى مهاب ياسر واسلام سالم بيداوا نفسهم نازلين في اول الجيم. ودياباتيه ولونو وقاعدين بره. حضرتك كنت بتفضل الاعتماد على اللعيبه الاساسيه ولا زي ما هو كان بيعمل؟ يعني ان انا يعني في وقت من الاوقات مثلا كان بيلعب باللعيبه المحليين كلهم وكانوا عاملين مستوى مش وحش، بالعكس ده السكور بدا يهدى شويه، علشان هم مش عشان المحترفين وحشين بس علشان التجانس، فكره التجانس دول حافظين بعض اكتر. بالزبط. فشايف انه لما جه في وقت من الاوقات برغم ان ستروبري مثلا في المباراه الثانيه كان كويس جدا بس طلعه، ناس كتير كانوا مستغربين انت ليه بتطلعه، بس هو بدا بقى خلاص يشتغل على فكره دوري السوبر، فبدا ايه ينزل باللعيبه المحليه. شفت ده ازاي؟ بصي انت المدرب بيبقى عامل بلان للجيم، يعني انا ببقى عامل حسابي ان انا هبتدي بالخمسه دول ويوم ما هطلع فلان وفلان يبقى لازم انزل قدامهم فلان وفلان عشان الملعب ما يقعش، افضل محافظ على الريتم والتيمبو بتاع الجيم انه ما يهربش مني. صحيح. بس باجي بقى في الكوارتر الثالث والرابع لا خلاص بقى انت بقى بيسموه بقى ايه النهارده يوم مين؟ بمعنى صح ان في لعيبه بتبقى اتس هيز داي بقى ده خلاص ده يومه. يوم. فانت خلاص بقى انت عرفتي حطيت ايدك على الخمسه اللي هو ده يومهم النهارده. هو ايفر بقى مين بقى سواء محترف ولا لعيب محلي ولا فانت يعني ممكن يبقى لعيب محترف ولعيب عالي بس مش يومه النهارده. صحيح. خلاص بقى ما اضربش راسي في الحيط، لا اقعد واللعيب اللي هو يومه النهارده يلعب. فهو انت دلوقتي يعتمد على مين اللي جاهز دلوقتي. صحيح. هو مش يعني الموضوع مش موضوع محترف ولعيب محلي، لا مين اللي جاهز؟ مين اللي جاهز؟ بالظبط. فهو اللعيبه المحترفين لا هم لسه ما عندهمش لياقه الماتشات. ادجار سوسا جه عليه وقت كبير جدا كانوا الناس يقول لك لا وهو محترف مش كويس ولازم يكون ليه بديل، يمكن سوسا الظروف في البدايه ما خدمتوش، جه في وقت كان في اصابات في ايقافات في رحيل بعض اللاعبين في حاجات كتيره قوي، فجه هو بقى يعني اكنه لوحده في الملعب بيشيل، يعني في وقت كان بيلعب كيجو موقوف فيه، مهاب ياسر مشي، والتر هوجي مشي، انس مصاب، اسلام سالم مصاب، مش عارفه حاتم عنده ظروف جيش، عمر هشام مصاب، فكان مهاب ياسر مشي اصلا زي ما قلنا، فكان في الوقت ده الناس بتحكم عليه ان هو مش محترف كويس. لكن مع مرور الوقت ايه رايك في ادجار سوسا؟ شايف انه يكمل ولا يبقى ليه بديل؟ هو لعيب كبير طبعا، هو لعيب كبير جدا، بس ما ينفعش يعني لعيب كبير ما هو لازم يبقى فيه بيلعب معاه حد طبعًا. ما ينفعش ان انا ما انا برضو يعني انت بتلعب فرقه ما هي شايفاك بتعمل ايه، فطول ما انت ادجار سوسا هو اللي بيلعب لا ده انا هيبقى كل تركيزي في الديفنس عليه بحيث ان الكره ما توصلوش، ولو الكره وصلت له هغطي عليه بواحد واثنين فهو برضو مش هيعرف يلعب. فادجار سوسا لما انس رجع وابتدت واسلام سالم رجع والفرقه ابتدت تقف على رجليها ظهر طبعا، فليه خلاص بقى يعني بقى في غيره بيقدر يلعب، فبقى ما بقاش التركيز عليه قوي في الديفنس. فبس في ناس بتشيل الضغط الدفاعي من عليه ما بيشيلوش هو لوحده. بالظبط. انا اعتقد ان ماكيني لو مستواه بقى احسن وابتدى يخش فورمه ماتشات
انت هتلاقي سوسة في حتة تانية خالص. اه لان ماكيني عنده القدرة ان هو يبنتريت ويخلق تشانسز. ماكيني خلاص مش معانا، احنا بنتكلم على الدوري يعني. اعتقد لو ماكيني او هو ايفر ان هو يكمل معاه، يعني مثلا هو اسلام سالم ومهاب ياسر وعمر هشام كانوا بيشوطوا 3 بوينت كويس في الطول التال. اه بس اللي كان بيعمل التشانسز دي وولتر. اه يعني وولتر لما بيعدي بيفتح لهم مساحات فبتلاقي مان ده نزل غطى على وولتر ده فضي. يروح جاي مان ده جاي له. كلام مهم جدا يا كابتن، لان في ناس فاهمه على فكره ده في الباسكت وفي الهاندبول. فكره ان انت النهارده لما بيكون عندك لعيب بياخد الضغط الدفاعي بيفتح الملعب للي حواليه، وده بالضبط. على فكره اصل ناس تقول لك ايه مثلا مثلا ادجار سوسا النهارده مش حلو، والتر هوج ايام ما كان موجود ده النهارده مش، بالعكس ده هو فكره ان هو شايل من على اللعيبه ضغط دفاعي، فكره ان هو بيعمل اسيست، ده في حد ذاته حلو جدا. هو مش لازم يبقى شوتر طول الوقت. اول يعني ما استوجلن مشي وجبنا والتر هيج الناس قالت لك ده تغيير سيء وتغيير غايه غلط، وانتوا لان استوجلن كان من اللعيبه الشوتر جدا بيطلع ب 40 بوينت بس وان مان شو لكن والتر هوج كان بيعمل الاثنين شوتر وبيشغل معاه ام في بي فعلا موست فاليبل بلاير ان هو يعني بيعمل كل قيمة حاجه قيمه كبيره جدا بالظبط، مش بيحط سكوره بس صحيح. وبيلعب فرقته، وكمان في ميزه انه بيتحكم في التيمبو بتاع الجيم صحيح، امتى يسرعه وامتى لا، هو كان لعيب تقيل. فانا اعتقد ان نادي الزمالك لازم يجيب لعيب في البال يكون عنده المواصفات دي، لو ماكيني عنده المواصفات دي لازم يجهزه عشان يقدر يطلعه من بدري شويه لو ماكيني مش هيقدر يعمل الكلام ده. ماكيني وستروبري انهم هم كويسين وكل واحد فيهم عمل ماتش كويس، بس ناقصهم انهم يقعدوا وقت اطول مع الفرقه ويجهزوا وهم نفسهم يجهزوا. وعلى فكره مايكل فاكواد وإيلونو قالوا ان احنا لسه في الاول ما كناش جاهزين وما كانش عندنا لياقه الماتشات. ديباتي نفسه يعني لا انا بتكلم ان حتى اللعيبه اللي ما كانش عليها كومنت هم قالوا لا احنا ما كناش جاهزين صحيح، فلما جهزوا لا هم نقلوا الفرقه في حته تانية. طب ايه ابرز الاخطاء او نقاط الضعف اللي احنا عانينا منها بشكل كبير في كاس العالم للانديه ومحتاجين ان احنا نتفاداها في دوري السوبر، خاصه ان المرحله دي مرحله بقى ايه عدم الرجوع، يعني هي مرحله ما فيهاش اسم على اتنين. بص في حاجات فنيه شويه ويعني الديفنس على البيك اند رول دلوقتي يعني كان سيء جدا بدليل ان كان في اوبن شوت كتير. وبعدين النقطه الثانيه انت لما بتشتغلي بقى اللي هو بيك اند بوب اللي هو الاربعات والخمسات بتشوت 3 بوينت فبتعمل البيك وتفتح على بره مش على تحت. فانت المفروض الهلب بيجي من حته ثانيه خالص غير الاثنين اللي هم في الاكشن، بيجي الهلب من منطقه ثانيه خالص. فده محتاج تيم ديفنس ان الفرقه تبقى مربوطه ببعضها اكتر كتيم ديفنس واتحطت في مواقف كتير زي دي، فانت محتاجه ان انت تتمرني كتيم ديفنس كتير جدا وتلعبي ماتشات كتير عشان تربطي الناس ببعض. تاني حاجه الترانزيشن عندنا وحش قوي سواء ديفنس او اوفنس. يعني احنا رجوعنا كان وحش جدا، فانت فريق ليكلاند كان بيجري براحته، وفريق ليكلاند كان جاي اصلا ب 10 لعيبه ومنهم واحد جاله كورونا فبيلعب بتسع لعيبه بس الماتش. طب سؤال هنا يا كابتن بمناسبه الرجوع، عشان برضو فكره ان احنا رجوعنا وحش ممكن يعني اختلاف في السرعات، لانه النهارده عندك في لاكلاند مثلا دول بيلعبوا في مستوى كره سله سريعه جدا جدا جدا، احنا عندنا كره السله جميله ولطيفه وكل حاجه بس مش بنفس السرعه دي، فممكن يبقى الموضوع مش هنعاني منه قوي كده في الدوري المصري زي بره او زي اللعب مع الفرق الاوروبيه، ولا ده مشكله واضحه حتى عندنا واحنا لا هنا؟ لا هي بصي انت في اسس عشان توقفي الترانزيشن، يعني مثلا الاوتلت باص لازم الاول ما البيج مان لم الكوره انت لازم تضغطي عليه ما تخلوش يطلع الباصه الاولانيه دي سهله. انت كل فراكشن من الثانيه تقدري تعطليه هيجمع بالنسبه لك في الاخر واحد او اتنين رجعوا ورا صحيح، فانت دي يعني الباصه الاولانيه دي اللي هي الاوتلت باص لازم تعطليها. تاني حاجه ان اول ما واحد معاه الكوره وهيبتدي يطلع لازم حد يضغط عليه يغير له بس حتى اتجاهه ما يخلوش يروح شارب. لو خد خطوتين يمين او شمال جمعت فراكشن تاني من الثانيه بالظبط. بس غير كده بقى ان في ناس بتبقى المفروض ان الملعب ما يتسابش مكشوف. يعني ماكيني بيلعب على الباسكت لا لازم واحد من الجاردات يجي مكانه يعمل بالانس.
فالكلام ده محتاج شغل، ويبقاش تركيزنا في الرجوع على المادة بس، لان في ناس شفنا في المستويات العالية انهم بيفتحوا الملعب، بيفتحوا الملعب وبيشوطوا اوبن شوت من الجوانب، يعني مش شرط من المادل زي ما احنا متعودين. على فكرة نادي الاتحاد السكندري بيعمل كده، اه ده حقيقي، يعني وانس ان هم الخمسة بيشوطوا 3 بوينت الخمسة، صحيح يعني حتى اسماعيل وهيثم اللي هم البيج مانز يعني لا بيشوطوا 3 بوينت وليهم نسب عالية، والاهلي عنده حوالي 2 او 3 بيعمل، والاهلي بس يعني نقول يعني عمر طارق فين وفين شوية لما بيشوط هو وسيف، بس المحترف بس انا بتكلم ان الاتحاد لا كل كلهم بيحط يعني الثلاث بيفوتات بيشوطوا سواء اسماعيل او هيثم او رامي. فاحنا لازم كنادي الزمالك لازم نتعود، وكمان ان احنا لازم نستغل السرعات شويه. صحيح، مهاب ياسر برضو كان هو اللي اكتر واحد بيطلع ترانزيشن كتير في البال، صحيح، بس بنتمنى له بقى التوفيق في الاحتراف، ما شاء الله عامل مستوى محترم قوي يعني. ان شاء الله خلينا دايما بيكون معانا فيديو كده لرميه او مثلا لرميه، مثلا لو بنتكلم على الباسكت النهارده بيبقى عندنا لرميه او كده، وبيبقى مبكسلين الصوره شويه او مش واضح اللعيب شويه، وبنسيب الجماهير تجاوب، وكالعاده جماهير الزمالك بتبهرنا يعني. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف اجابات الجماهير، والبدايه مع جوهره. مساء الفل عليك يا جوهره، اشكرك يا حبيبتي على كلامك. بتقول صاحب الرميه هو اللاعب احمد ياسر نجم الزمالك، واحب اقول لابطال الصالات انكم فعلا ابطال ودايما مشرفينا في كل البطولات، عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. محمد احمد، مساء الفل عليك يا محمد، اشكرك يا محمد على كلامك. بيقول اللاعب هو نجمنا المتالق احمد ياسر نجم الملكي، واحب اقول للاعبتنا الرجاله ملوك الصالات استمروا في التالق وهتفرحونا ان شاء الله بكل البطولات، زملكاوي وافتخر. سيد حسن، اشكرك يا سيد على كلامك، مساء الفل عليك. بيقول صاحب الرميه هو نجمنا احمد ياسر، واحب اشكر كل ملوك الصالات في كل الالعاب دايما مفرحنا بامكانيات بسيطه جدا، كل الدعم ليهم ولنادينا العظيم. عبد الحفيظ السبعاوي، مساء الفل عليك يا عبد الحفيظ، وكلهم طبعا يا كابتن بيمسوا عليك. بيقول بشكر فريق السله وبقول هارد لك، ووصولكم لكاس العالم للانديه ده انجاز، والمكسب الحقيقي هو جمهور الزمالك. انا معاك جدا في الكلام ده يا عبد الحفيظ، جمهور الزمالك الوفي تشجيع راقي جدا. وسؤال اما عن سؤال البرنامج فهو اللاعب احمد ياسر، تحياتي زملكاوي وافتخر، هاشتاج ملوك الصالات. ويمكن دي كانت اجابات جماهيرنا اللي في الغالب دايما يعني عمرها ما بتجلي زي ما بيقولوا. خلينا نشوف الفيديو الحقيقي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. احمد عزب مودي، احمد ياسر عبد الوهاب مودي، يسجل ثنائيه لاندري نوكو. احمد عزب مودي، احمد ياسر عبد الوهاب مودي، يسجل ثنائيه لاندري نوكو. وكالعاده طبعا جماهير الزمالك زي ما قلنا يعني ما بتجليش، هو فعلا احمد ياسر عبد الوهاب هو نجم لقطتنا النهارده. كابتن نورتني وشرفتني، وكنت سعيده جدا جدا بوجودك معايا النهارده، ان شاء الله ما تكونش الاخيره. ان شاء الله ان شاء الله. ودي كانت حلقتنا مع كابتن محمد عبد الظاهر نجم الزمالك السابق لكره السله. اشوف حضراتكم على الف خير باذن الله يوم السبت اللي جاي، وحلقه جديده من ملوك الصالات في نفس الميعاد. سلام عليكم.